تدريبات أخرى على كيفية نطق الأس في نهاية الكلمة باك 2016. لاحظ هنا هذه قبلها الأ قبلها الأ، هذه قبلها الأر قبلها الأر، نطبق عليها القاعدة هذه تنطق زاد. إذا ستارز هذه قبلها الأل، نطبق عليها القاعدة هذه. إذا زاد ترافلز ترافلز. أما هذه هنا وهذه اس اس التي موجودة هنا، التي موجودة هنا تكون اس، التي موجودة تكون اس. هذا بكالوريا 2016 انتهى.